إذن متابعينا الكرام على صفحة الجزيرة مباشر على فيسبوك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننقل لكم اللحظات الأولى لوصول هذه الحافلات، 31 حافلة، تقل من تقل، تقل حوالي 1200 شخص من منطقة القلمون، وصلوا الآن إلى هذه الساحة، إلى مدينة قلعة المضيق في ريف حماة الغربي. من المقرر أن يتم نقل هؤلاء المهجرين فيما بعد إلى مناطق ريف إدلب الشمالي، إلى مخيم ساعد بالتحديد. طبعا وصل عدد المهجرين القادمين من منطقة الغوطة الشرقية إلى مناطق الشمال السوري، إلى منطقة إدلب وأرياف إدلب وريف حلب الشمالي، حوالي 71 ألف مهجر حتى الآن من الغوطة الشرقية ومن منطقة القلمون. هذه هي الدفعة الثانية من منطقة القلمون. الدفعة الأولى اتجهت باتجاه جرابلس، والدفعة الثانية هذه تصل الآن إلى مناطق ريف حماة الغربي، تحديدا إلى قلعة المضيق. إذن متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في ساحة الاستراحة في قلعة المضيق، هذه الساحة التي استقبلت حوالي 71 ألف مهجر قدموا إلى هذه المنطقة من الغوطة الشرقية ومن منطقة القلمون. 71 ألف مهجر انتقلوا جميعهم إلى مناطق الشمال السوري، وتوزعوا في أرياف في إدلب وأرياف إدلب وفي مناطق أرياف حلب. هذه هي الدفعة الثانية من مهجري القلمون. الدفعة الأولى وصلت إلى منطقة جرابلس في ريف حلب الشمالي، وهذه الدفعة حوالي 30 حافلة، تقل حوالي 1200 مهجر. بعض هؤلاء المهجرين مدنيين، والبعض الآخر عبارة عن ثوار وعوائلهم، قدموا إلى هذه النقطة، إلى قلعة المضيق. من المقرر أن يتم نقل جميع هؤلاء المهجرين إلى مناطق الشمال السوري، إلى أرياف إدلب تحديدا. الوجهة ستكون إلى مخيمات ساعد في الشمال السوري. طبعا كما نشاهد في هذه الصورة، هذه هي اللحظات الأولى لوصول الحافلات التي تقل المهجرين من منطقة القلمون، وصلوا إلى قلعة المضيق في ريف حماة الغربي.
طبعا بعد قليل إن شاء الله سنجري مقابلات مع عدد من المهجرين، مع أيضا القائمين على استقبال هؤلاء المهجرين. نذكر أن هذه هي اللحظات الأولى لوصول حوالي 30 حافلة تقل أكثر من 1200 شخص وصلوا إلى قلعة المضيع في نقطة التبادل في ريف حماة الغربة. الوجهة القادمة لهؤلاء المهجرين هي مخيمات الشمال السوري ومراكز الإيواء المؤقتة. بس أخذ من رجزي دقيقتين. ايدك من هون عشان ما تضغط فيها. بس أخذ كم رجزي وارجع. إذن كما نلاحظ أن وصول هذه القافلة في وقت متأخر من الليل. ها هي الحافلات الآن، حافلات جديدة تصل الآن إلى هذه الساحة. إذن متابعينا الكرام، لا زالت الحافلات تتوافد إلى هذه الساحة، ساحة الاستراحة. طبعا سينزل جميع المهجرين في هذه الساحة، وتأتي باصات أخرى لنقل جميع المهجرين من هذا المكان إلى مناطق الشمال السوري. إذن المتابعين الكرام، كما ذكرنا حوالي 30 حافلة وصلت إلى ساحة الاستراحة في قلعة المضيق، تقل حوالي 1200 شخص. ستقوم الحافلات التي تم تجهيزها من قبل المنظمات بنقلهم إلى مراكز الإيواء المؤقتة في ريف إدلب. طبعا مسلسل التغيير الديموغرافي والتهجير القسري الذي اتبعته قوات النظام تجاه عدة مناطق في الغوطة الشرقية والغوطة الغربية منذ فترة لا زالت تمارسها في مناطق أخرى. اليوم هذه هي الدفعة الثانية من مهجري القلمون. أيضا هناك كما سمعنا أن هناك مفاوضات بين الجانب الروسي والمدنيين والعسكريين في مناطق ريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي لإفراغ هذه المناطق وتهجير كل من فيها إلى مناطق الشمال السوري. شباب،
طبعا كما علمنا من المهجرين الذين وصلوا إلى هذه المنطقة أن هناك دفعة في يوم الغد ستتوجه إما إلى مناطق الشمال السوري إلى قلعة المضيق أو إلى مناطق جرابلس في ريف حلب الشمالي. طبعا متابعينا الكرام يمكن أن تكون الصورة غير واضحة بشكل جيد، ولكن وصول المهجرين إلى هذه المنطقة في وقت متأخر من الليل. هذه صورة لبعض العائلات التي نزلت من الحافلات، تجلس الآن في هذه الساحة بانتظار الحافلات التي ستحمل هؤلاء المهجرين إلى مناطق الشمال السوري. إذن كما نشاهد لا زالت الحافلات تتوافد إلى هذه الساحة. أيضا هذه حافلات جديدة دخلت الآن إلى ساحة الاستراحة في قلعة المضيق، لا زالت الحافلات تتوافد، الحافلات التي تحمل مهجري القلمون الشرقي والذين وصلوا الآن إلى ريف حماة الغربي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
اخي لو نحكي شوي عن المهجرين اللي وصلوا اليوم، كيف اوضاعهم من حيث العدد، من حيث عدد الحافلات اللي اجت، تعطينا فكره عامه عن الباصات اللي اجت. نعم اخي علاء، الان وصلت 31 حافله من اخوتنا المهجرين قصرا من القلمون الشرقي الى منطقه قلعه المضيق بريف حماه. طبعا العدد تقريبا 1204 اشخاص كانوا ضمن الحافله، الان هم وصلوا الى ساحه التهجير في قلعه المضيق، الان هم في استراحه قصيره، سوف يتم توزيع لهم بعض المواد الغذائيه ومياه شرب ضمن استراحه قصيره. بعد الناس عند انتهاء الحافلات من افراغ جميع الاخوه المهجرين، سوف نقوم بادخال الباصات التي تم تامينها من قبل منظمه ساعد من اجل تحميل اخوتنا المهجرين ونقلهم الى مركز ايواء مؤقت في او بالقرب من الحدود السوريه التركيه. نعم، هل هناك خبر عن دفعات جديده من منطقه القلمون؟ نعم أخي علاء، بعض الأخوة ذكر لنا أنه يوجد أشخاص سوف تخرج، لكن إلى هذه اللحظة لم يتم أو غير معلن الوجهة، أم هي إلى ريف أدلب أم إلى ريف حلب الشمالي. الله يقدعم. الله يعافيك أخي. إذن متابعينا الكرام، كما ذكر أحد منسقو الاستجابة في الشمال السوري أن هناك دفعة أخرى من مهجري القلمون ستنطلق ربما في يوم الغد، ولكن إلى الآن الوجهة غير معروفة، ربما تكون إلى هذه الساحة إلى قلعة المضيق، وربما تكون إلى منطقة ريف حلب الشمالي. بكر ارلي بالك على التويت. إذن مشاهدينا، تبدو الآن الصورة أوضح في هذا المكان لوصول هذه الحافلات من منطقة القلمون الشرقي، دفعة حوالي 30 حافلة تقل، أكثر من 1200 شخص وصلوا إلى قلعة المضيق الآن. كما ذكرنا أنه سيتم نقل جميع هؤلاء المهجرين من ساحة الاستراحة في قلعة المضيق إلى مخيمات الشمال السوري ومراكز الإيواء المؤقتة. طبعا متابعينا الكرام، حاولنا أن نجري مقابلات مع المهجرين الذين وصلوا إلى هذه المنطقة، ولكن الجميع يتمنع عن الكلام لأسباب تخصهم. نبقى معكم في هذه الصورة المباشرة من ساحة الاستراحة في قلعة المضيق في ريف حماة الغربي لوصول 30 حافلة، وهي الدفعة الثانية من مهجري منطقة القلمون الشرقي
العدد حوالي 1200، العدد بشكل دقيق 1204 أشخاص وصلوا إلى هذه الساحة. هناك حالات إسعافية تم التعامل معها من قبل المنظمات الطبية. هناك تواجد لبعض المنظمات الإغاثية في محاولة منهم لتقديم المعونات العاجلة والمستلزمات العاجلة لهؤلاء المهجرين. إذن 30 حافلة وصلت إلى ساحة قلعة المضيق، 1200 شخص من مهجري منطقة القلمون. هناك دفعة أخرى ستأتي في يوم الغد، لربما تأتي في يوم الغد، لكن الوجهة حتى الآن غير معروفة، إما إلى هذه الساحة ومن ثم إلى مناطق ريف إدلب أو إلى منطقة جرابلس في ريف حلب الشمالي. إذن متابعينا الكرام، نقلنا لكم في هذه الصورة المباشرة اللحظات الأولى لوصول حوالي 30 حافلة تقل أكثر من 1200 شخص من منطقة القلمون الشرقي. هي الدفعة الثانية، الدفعة الأولى اتجهت باتجاه مناطق جرابلس، والدفعة الثانية أتت إلى قلعة المضيق، وسيتم نقل هؤلاء المهجرين إلى مناطق الشمال السوري إلى المخيمات ومراكز الإيواء المؤقتي. أخبرنا المهجرين الذين وصلوا إلى هذه الساحة أن هناك دفعة أخرى من منطقة القلمون الشرقي، ولكن الوجهة حتى الآن غير معروفة، ربما تكون إلى هذه الساحة وربما تكون إلى مناطق ريف حلب الشمالي. الجدير بالذكر أن عدد المهجرين الذين وصلوا إلى مناطق الشمال السوري سواء إلى مناطق ريف حلب أو أرياف إدلب فاق العدد 71,000 شخص، جميعهم هجروا من منطقة الغوطة الشرقية ومن منطقة القلمون. إذن مشاهدينا الكرام، كنا معكم من ساحة قلعة المضيق في ريف حماة الغربي، نقلنا لكم الصور الأولى لوصول هذه الحافلات التي تقل الدفعة الثانية من مهجري منطقة القلمون الشرقي والذين وصلوا إلى ريف حماة الغربي في قلعة المضيق. كنا معكم من ريف حماة الغربي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.